السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة سن نيران، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله رب العالمين. النهارده في الفيديو ده بنبدأ نحل الهوم ورك بتاع ليسن 2 الا وهو الليبيدز. حبايبي احنا مستوانا بدأ واحده واحده يرتفع ويبقى احسن. حلينا هوم ورك الكربوهيدرات على اليوتيوب، حلينا الشيت بتاع الكربوهيدرات في الحصه، وكمان بنحل دلوقتي الهوم ورك بتاع الليبيدز. احنا مستوانا هيعلى بالحل مش بالشرح. الشرح لو اتكررت مرتين ثلاثه اربعه نفس الكلام بسمعه هو امال انا عايز اعرف انا فهمت ازاي لما اقعد احل واطبق على الجزء ده. لذلك انا بساعدك ان احنا بننزل لك الهوم ورك لحد عندك على اليوتيوب، يبقى ليك مشاهده مره واثنين وثلاثه وتفرج براحتك عشان مستواك يعلى واحده واحده في الحل. تعال نتكلم على الليبيدز سريعا كده. كان درس خفيف وحلو وان شاء الله رب العالمين تكون انت فهمته. قلنا قسمنا الليبيدز كام نوع؟ افتكر معايا كده الاول، نعمل ريفيجن سريع عشان خاطر نبدا نحل. قسمنا الليبيدز الى ثلاث انواع: سمبل ليبيد، كومبلكس ليبيد، ليبيد دريفيتيف. السمبل ليبيد كانت عباره عن فاتي اسيد والكحول. الفاتي اسيد نوعين، يا اما شبعان يا اما جعان ساتوريتد، الشبعان شبعان هيدروجين والجعان جعان هيدروجين. طب والالكحول يا اما يكون 3 او اتش تراي هيدريك اللي هو الجليسترول، او مونو هيدريك يعني فيه او اتش واحده. قلنا هناخد واحده من هنا مع واحده من هنا، واحده من هنا مع واحده من هنا. ازاي يا مستر؟ تعالى. قلنا فاتي اسيد يا اما ساتوريتد يا اما ان ساتوريتد، والالكحول يا اما جليسترول يا اما مونو هيدريك. اخد واحده من الفاتي اسيد شبعانه او جعانه، واحده من الكحول ثلاثه او واحده او اتش او واحده او اتش، الزقهم في بعض اكون سمبل ليبيد. بمعنى ان انا عندي اول حاجه الفات سمبل ليبيد، الكحول بتاعي اسمه جليسترول. اسمه يا جماعه جليسترول. طب الجليسترول ده فيه كام او اتش؟ عباره عن ثلاثه او اتش. هما فين؟ ادي او اتش، ادي او اتش، ادي او اتش. يبقى كل او اتش هتمسك في الفاتي اسيد. الفاتس سوليد، سوليد يعني تقيله، يعني شبعانه، يعني عندها هيدروجين كتير. فطالما عندها هيدروجين كتير يبقى اكيد الفاتي اسيد تقيل، يعني ساتوريتد فاتي اسيد، ساتوريتد فاتي اسيد، ساتوريتد فاتي اسيد. يبقى الفاتس عباره عن 3 ساتوريتد فاتي اسيد اند 1 جليسترول. على حسب عدد فين؟ على حسب عدد الاو اتش، على حسب عدد الفاتي اسيد. ما كل او اتش بتمسك في الفاتي اسيد، او اتش فاتي اسيد، او اتش فاتي اسيد. طب طالما انت عندك 1 2 3 او اتش يبقى عندي 3 فاتي اسيد، ومن النوع الشبعان الساتوريتد، شبعان شبعان هيدروجين، والجعان جعان. والنبي سامحني سامحني سامحني، الشبعان شبعان هيدروجين والجعان جعان هيدروجين. جدع اهو. طب ده كده بالنسبه للفات. طب الاويل، فاتي اسيد والكحول، الالكحول برضه من النوع الجليسترول. يبقى الفاتس والاويلز نفس الالكحول، مشتركين في نفس التايب اوف الكحول، جليسترول وجليسترول. ولكن الاويلز كانت ليكويد، عندها كميه كبيره ولا قليله من الهيدروجين؟ كميه قليله من الهيدروجين. شبعانه ولا جعانه؟ شبعانه. مش شبعان شبعان هيدروجين. يبقى خفيف ولا تقيل؟ خفيف. يبقى الجليسترول فيه كام او اتش؟ قلنا فيه 3 او اتش نيجاتيف، 3 هيدروكسيل جروب. ادي واحده وادي الثانيه وادي الثالثه، كل او اتش ماسكه في فاتي اسيد، او اتش في فاتي اسيد، او اتش في فاتي اسيد. فلذلك ادي واحد اثنين ثلاثه فاتي اسيد، والثلاثه من النوع الساتوريتد ولا ان ساتوريتد؟ ان ساتوريتد فاتي اسيد. يبقى دول ثلاثه من نوع الان ساتوريتد، دول ثلاثه من نوع الساتوريتد الشبعان. يبقى الفرق بين الفات والاويل، هل التايب اوف الكحول؟ لا. الفرق بين الفات والاويل هو التايب اوف فاتي اسيد. ولكن العدد زي بعض، 3 و3، يبقى انتوا هنا 3 مش شبعانين، وهنا 3 شبعانين، انت جليسترول وانت جليسترول. طب حلو. طب بالنسبه للواكسز بقى، الواكسز الكحول بتاعها من النوع المونو هيدريك، يعني واحده او اتش اللي هي دي او اتش، يبقى اكيد هيمسك فيه فاتي اسيد واحده وزنها تقيل، هاي موليكولار ويت فاتي اسيد. حلو. ده كده كان بالنسبه لي. اه بص بص، فاتي اسيد مع الكحول، فاتي اسيد مع الكحول، فاتي اسيد مع الكحول، وعلى حسب مين الفاتي اسيد ومين الكحول. كلام جميل. رقم اثنين، كان عندي رقم اثنين الكومبلكس ليبيد اللي هو الفوسفوليبيد، كان هو الفات، وبشيل الفاتي اسيد الثالثه بحط مكانها فوسفيت جروب اللي هي فيها فوسفورس، والكولين جروب فيها نيتروجين. لذلك الفوسفوليبيد فيه كربون، هيدروجين، اكسجين، فوسفورس، وكمان نيتروجين. دول كده كانوا عندي جداد، دول كانوا موجودين في السمبل ليبيد. دول الاثنين الاليمنت دول جداد، ما كانوش موجودين قبل كده. قلت له تمام. الفوسفوليبيد ده سيميلر تو فاتس، وبشيل الفاتي اسيد الثالثه احط مكانها كام حاجه؟ اثنين فوسفيت جروب وكولين جروب. فوسفيت فيها فوسفورس وكولين جروب فيها نيتروجين.
يبقى انت هنا عندك في الفوسفوليبيد كام فاتي اسيد؟ 2 من النوع الشبعان ساتوريتد، لانك انت التالتة شلتها. طب شبعانين ليه؟ ما هو كان عامل شبه الفات، وشفات كان شبعان. انت نسيت ولا ايه يا عم؟ ما هي الفات الفاتي اسيد بتاعتها بتبقى شبعانه. شبعانه ليه؟ عشان عندها كميه كبيره من الهيدروجين، يعني في سنجل بوند، انما هنا في دبل بوند او تريبل بوند. حلو، يبقى ده كده بالنسبه للفات الاويلز الواكسز، وده كمان الفوسفوها الفوسفوليبيد. رجعت لك على الدرس كده سريعا في 3 4 دقائق اهوت، عشان خاطر نبدا نحل واحده واحده، يبقى الموضوع بالنسبه لك سهل. تعال نشوف اول سؤال بيقول ايه. بيقول لي اول ذا فولوينج ار سولوبل ان بنزين. مين اللي بيدوب في البنزين؟ جماعه احنا قلنا الليبيدز لايك ديسولفز لايك، الشبيه بيذيب شبيهه، كل حاجه في الدوب في اللي شبهها. مين شبه مين؟ الليبيدز نون بولر، هتدوب في الحاجه النون بولر. طب لو عندي الملح اللي في البيت ان اي سي ال، يعني ايه بولر؟ يعني بوزيتيف ونيجاتيف. الملح اللي عندي في البيت ان اي بوزيتيف سي ال نيجاتيف، بولر. يدوب في الميه اللي هي اتش بوزيتيف او اتش نيجاتيف، بولر. فكل حاجه بتدوب في اللي شبهها، البولر يدوب في البولر، النون بولر يدوب في النون بولر. بيقول لي مين اللي بيدوب في البنزين؟ ما هو الليبيد دي طالما هي نون بولر هتدوب في الحاجه النون بولر زي البنزين والكربون تترا كلورايد. قلت له كلام جميل. طب مين اللي بيدوب في البنزين؟ الواكسز الكوليسترول لان ده عباره عن ليبيد ديريفيتيف. الاسترويدز ايوه، انما السليولوز ما بتدوبش في البنزين لان ده عباره عن كربوهيدرات بولي ساكرايد. السؤال اللي بعده بيقول ذا كلاسيفيكيشن اوف سمبل ليبيد. احنا قسمنا السمبل ليبيدز الى 3 انواع، فاتس اويلز واكسز. على حسب ايه؟ على حسب نوع الفاتي اسيد ماسك فيه واحد من الكحول، كحول. والفاتي اسيد حاجه من الاثنين، شبعان يا اما جعان، ساتوريتد يا اما ان ساتوريتد. والالكحول حاجه من الاثنين، يا 3 او اتش يا 1 او اتش. يبقى هل علشان خاطر نوع الكحول اونلي؟ لا. علشان خاطر الفيزيكال بروبرتيز؟ لا. على حسب الساتوريشن ديجري بتاع الفاتي اسيد اونلي؟ لا. ده الساتوريشن ديجري بتاع الفاتي اسيد ونوع الكحول. يعني ايه ساتوريشن ديجري؟ يعني درجه التشبع، شبعان ولا جعان؟ ده معنى كلمه درجه التشبع، يا اما شبعان يا اما جعان. والالكحول 3 او اتش يا اما 1 او اتش. يبقى الاجابه ان هي A و C مع بعض. الـ A و C مع بعض. انا السمبل ليبيدز اللي هم فاتس اويلز واكسز، فاتي اسيد وكحول، فاتي اسيد وكحول، فاتي اسيد والكحول. الفاتي اسيد ساتوريتد يا اما ان ساتوريت، الالكحول يا اما 3 او اتش يا اما 1 او اتش. اخد واحده من هنا مع واحده من هنا، يبقى انا قسمتهم على حسب حاجتين، نوع الفاتي اسيد او درجه تشبعه شبعان ولا جعان، والتاني على حسب نوع الالكحول. يبقى الالكحول بس لا، الفاتي اسيد درجه تشبعه برده لا. امال A و C مع بعض، الاثنين مع بعض. طيب The following statement explains the characteristics of fats. Fats اللي هي الدهون، اللي هي عبارة عن الكحول بتاعها نوعه جليسرول عامل كده، في ثلاث درعات، واحد اثنين ثلاثة، saturated fatty acid saturated saturated. حلو. هل الفاتس الدهون، على فكرة عايز أقول معلومة برضو من أول الفيديو، الفاتس والأويلز، الفاتس منتشرة أكتر في الأنيمالز والهيومن، منتشرة أكتر في الحيوان والإنسان، لأن إحنا عندنا دهون أكتر، إنما الأويلز منتشرة أكتر في النباتات. ضيفها عندك دي ونبي في النوتس، ونبي اكتبها عندك نوت حلوة، سموه كاز نوت. ماشي. إيه هي يا جماعة النوت دي؟ الفاتس الدهون منتشرة أكتر في الحيوانات والإنسان، أنيمالز والهيومن، إنما البلانت بينتشر فيه أكتر الأويلز، الزيوت، زي زيت الكتان، زيت عباد الشمس، زيت وليكن مثلا بس زي الزيوت معظمها اصلا منتشر اكتر في النباتات، احنا عندنا الزيوت اقل في جسمنا. هل بقى الفاتس كونتين ليس اماونت اوف انرجي ذان ذا كين شوجر؟ لا. احنا قلنا يا جماعه الليبيدز والكربوهيدرات لو عندي نفس الكميات من الليبيدز والكربوهيدرات، مين بيدي انرجي اسرع؟ كربوهيدرات. مين بيدي انرجي اكتر؟ الليبيدز. ولكن جسمي مصدره رقم واحد هو الكربوهيدرات، لان جسمي لما يجي يجيب انرجي هيجيب انرجي عايز يجيب من الاكتر ولا الاسرع؟ برافو عليك، انت قلت الاسرع. جدع، برافو عليك، انت طالب عبقري، طالب محترم. يبقى الفاتس فيها كميه طاقه اقل من الكين شوجر؟ لا طبعا، الليبيدز فيها انرجي اكتر، انما الكربوهيدرات اسرع. They contain a greater amount of energy than the cane sugar. صح، فيها طاقة أكتر. They are formed by dehydration reaction. نزع مية. يعني إيه dehydration reaction؟ لا غلط. They consist of fatty acids, glycerol and phosphate group. لا مفيش phosphate group. غلط. يبقى الصح إن هي فيها greater amount of energy than the cane sugar، لان انا قلت لك لو انا عندي كربوهيدراتس وليبيدز نفس الاماونت، نفس الاماونت، نفس الكميه، مين بيدي انرجي اكتر ومين بيدي انرجي اسرع؟
اللي بيدي انرجي اسرع بسرعه، يعني بيتحرق بسرعه، يعني الاوكسيديشن بتاعه اسرع. يعني انا اكل حاجه، لو انا اكلت اكل فيه كربوهيدرات ليبيدز بروتين، مين فيهم هيتحرق في جسمي اسرع ويديني طاقه اسرع؟ الكربوهيدرات، بس هيديني كميه طاقه قليله. الليبيدز هياخد وقت اطول بس يديني انرجي كتيره. طب انا جسمي هيروح لمين الاول، كربوهيدرات ولا ليبيدز؟ كربوهيدرات هو السورس نمبر 1، ذا بيزك اند فاست سورس. طب هو راح له عشان هو بيدي انرجي كتير ولا سريع؟ برافو عليك، قلت سريع، لان هو بيحصل له اوكسيديشن وبيكسر اسرع. يبقى اللي بيدي انرجي اسرع هو الكربوهيدرات، مين بيدي انرجي اكتر؟ هو الليبيدز. طيب السؤال اللي بعديه بيقول الاويل، السان فلاور اويل، الزيت بتاع عباد الشمس، بريزنت ان ليكويد ستيت. هو ليه هو ليكويد؟ ليكويد يعني تقيل ولا خفيف؟ قلت له ليكويد عشان هو خفيف. خفيف يعني عنده هيدروجين كتير ولا قليله؟ قليله. طب طالما عنده هيدروجين قليله يعني شبعان ولا جعان؟ لا ده كده جعان. يعني ساتوريتد ولا ان ساتوريتد؟ ان ساتوريتد فاتي اسيد، قلت لك الكلام ده في الحصه. طب يبقى هو مستر، هو ليه الزيت ليكويد ستيت؟ ليكويد لانه عنده كميه قليله من الهيدروجين. يعني شبعان ولا جعان؟ ها جعان. طب حلو، يبقى هل عشان الجليسرول؟ لا، امال عنده سيرتن تايب اوف فاتي اسيد؟ ايوه صح. عشان ووتر مولكيول؟ لا طبعا. ايه علاقه الميه؟ كربون هيدروجين اكسجين؟ لا برضه ما لهمش علاقه. هو يا جماعه ايه اللي مخلي الاويل والفات، الفات سوليد والاويل ليكويد؟ هل الجليسرول ولا الفاتي اسيد؟ لا الفاتي اسيد. في الفات سوليد عشان خاطر الفاتي اسيد ساتوريتد، شبعانه، شبعانه هيدروجين، يعني عنده هيدروجين كتير يعني تقيل. لا انما الجليسرول مالوش علاقه. الاويل الفاتي اسيدز بتاعته ان ساتوريتد، يعني شبعانه ولا جعانه؟ جعانه. جعان جعان ايه؟ هيدروجين. طب يبقى عنده هيدروجين قليل يعني خفيف يعني ان ساتوريتد، يبقى ايه اللي مخلي ده سوليد ولا ليكويد؟ نوع الفاتي اسيد. انك انت نوع الفاتي اسيد ساتوريتد شبعان، وانت نوعك جعان، انت فات وانت اويل. انت الفاتس منتشر اكتر في الانيمالز وفي الهيومن، انما الاويل منتشر اكتر في النباتات. طب حلو، ده السؤال رقم كام؟ 4. سؤال رقم 5 بيقول، بص يا سيدي الستيتمنت اللي جايه دي بيقول لي فيها، بيقول لي if you know that the saturated fatty acids contain single bond، الساتوريتد الشبعان في سنجل بوند بس among the carbon atoms. ماشي، الانساتوريتد هلاقي فيها سنجل بوند وكمان هلاقي دبل كوفيلنت بوند. ده على فكره انا طلبتي كلهم، انا وريت لهم قدام عينيهم ازاي اصلا بكون الدبل بوند. مش كان في بوند فاضيه وبوند كانت فاضيه، فعملنا ايه؟ رحنا عاملين كده، فلان كان دي ما كانش فيها اتش ودي ما كانش فيها اتش، فرحنا عاملين كده فعملنا دبل بوند. لما كانت فاضيه فالكربون كانت جعانه، جعانه ايه؟ مع الشبعان شبعان هيدروجين، والجعان جعان هيدروجين، الشبعان شبعان هيدروجين، والجعان جعان ها هيدروجين، الشبعان شبعان هيدروجين، والجعان جعان هيدروجين. سيبك من الموبايل بقى اللي انت عملت ضيع وقتك فيه ده، ركز معايا وانا بالله عليك، ركز والنبي. اقسم ممكن والله بيقول كلام 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 موزون، ده كلام محترم. بيقول لك بقى ايه هي الكاركترستكس اوف اويلز، الزيوت. الزيت، الزيت فيه greater number of hydrogen than the fats. غلط. مين اللي فيه هيدروجين كتير؟ الفاتس، لانه ايه؟ شبعان. مين اللي فيه هيدروجين قليل؟ الاويل، لانه ايه؟ جعان. يعني جعان ايه؟ هيدروجين. يبقى الهيدروجين ماله؟ قليل. هو بيقول لي الاويل، الاويل ده فيه هيدروجين قليل، كمية الهيدروجين قليلة، يبقى شبعانة ولا جعانة؟ جعانة. ساتوريتد ولا انساتوريتد؟ انساتوريتد. يبقى الإجابة الصح they contain الاويل smaller number of hydrogen atom than the fats، يبقى فيها كميه قليله من الهيدروجين عن الفاتس. قلت له كلام جميل، يبقى كميه اقل من الهيدروجين عن الفات لان هو شبعان ولا جعان؟ جعان. السؤال اللي بعديه بيقول لك the oil، الزيت مختلف عن الفاتس في ايه؟ انا ممكن اقول لك قبل ما اقرا الاجابه او اقرا الاجابات، الزيت مختلف عن الفاتس ان الاويل بيكون نوع الفاتي اسيد ان ساتوريتد، انما انت ساتوريت. دول ثلاثه ودول برضو ثلاثه، يعني نفس العدد بتاع الفاتي اسيد مشترك ما بينهم. هما بص في حاجتين مشتركين وحاجه مختلفه. ايه حاجتين مشتركين؟ انت الكحول بتاعك جليسرول وانت الكحول بتاعك جليسرول. انتوا ثلاثه فاتي اسيد وانتوا ثلاثه فاتي اسيد. بس انت الثلاثه نوعك ان ساتوريتد جعان جعان هيدروجين، وانت نوعك شبعان شبعان هيدروجين. هل البريسنس of carbon and hydrogen؟ لا، ما الاثنين فيهم كربون هيدروجين اكسجين. الاويل its commonness، commonness معناها انتشار، كلمه common معناها منتشر.
كومنس معناها انتشار، منتشر في الانيمال اكتر من البلانت. بالله عليك مش لسه سموكه مملك من شويه نوت من 3 دقايق بالظبط قايل لك ان الفاتس منتشره اكتر فين؟ ها، في الانيمال ويل هيومن، والاويلز منتشره اكتر في البلانت. يبقى الزيوت منتشره في الحيوان اكتر من الانسان؟ لا لا، ده الاجابه الصح هتبقى سي، اتس كومنز، انتشارها في البلانت ذان ذا ذا انيمال، منتشره في النباتات اكتر من مين؟ ها، اكتر من الحيوانات. ذا تايب اوف الكحول ذا انترنيت؟ لا طبعا، ان الكحول هنا جليسترول وهنا جليسترول. هو بيقول لك الاويل مختلف عن الفات في ايه؟ فانا بقول ده مختلف عن ده في ايه؟ ان ده منتشر اكتر في البلانتس في النباتات، انما ده منتشر اكتر يا جماعه الفاتس فين؟ ها، في الانيمالز والهيومن، في الحيوانات هي لو عندهم دهون متختخين كده شبهنا. طيب السؤال اللي بعديه بيقول the reason for the solid nature of fat. لسه مجاوب سؤال شبهه من شويه على الاويل، هو ليه الاويل ليكويد وليه الفات سوليد؟ الفات سوليد عشان الفاتي اسيد ولا الكحول؟ لا، عشان الفاتي اسيد شبعانه، شبعان ايه؟ هيدروجين، يعني ساتوريتد، عشان خاطر شبعانه عندها كميه كبيره من الهيدروجين فمتقلاها فمخليها سوليد. انما الثانيه الاويل ان ساتوريتد، مش شبعانه، عندها كميه قليله من الهيدروجين، يعني تقيل ولا خفيف؟ لا خفيف، يعني سوليد ولا ليكويد؟ ها، ليكويد، برافو عليك. يبقى ليه ليه الفاتس سوليد؟ علشان نوع الفاتي اسيد. يبقى هل increase of the hydrogen number atoms؟ صح، عشان خاطر عندها هيدروجين كتير فتقيل ولا خفيف؟ لا تقيل، تقيل يعني سوليد ولا ليكويد؟ يعني سوليد اهو. يبقى انا كده خلاص خلصتها لك. decrease of hydrogen atom؟ لا. increase of trihydric alcohol؟ لا برضه، ماليش دعوه بالكحول. monohydric؟ لا. يبقى يا جماعه اللي مخلي الفات سوليد هو ان في هيدروجين ياما فمتقله. والله قلتها في الحصه، والله العظيم قلتها في الحصه بنفس التتابع ده. انت لو بتركز في الحصه هتلاقيني بقول كل حاجه، حتى افكار الاسئله صدقني والله العظيم ثلاثه بقى بقولها. ببذل معاك مجهود محترم جدا، اتمنى تكون انت كده تدعي لي عليه. يعني الموضوع مش عمليه فلوس بس ان انت تدفع فلوس وماشي وبتاع، ادعي لي على المجهود ده، يعني ان انا اجر عليه عند ربنا سبحانه وتعالى، ده علم وانتفع به. وانا اي حاجه بعملها معاك ده في ميزان حسناتي وفي ميزان حسنات والدي الله يرحمه، سواء كان فيديوهات بنزلها لك ببلاش، سواء كان حاجه حد محتاج حاجه، سواء حتى العلم ده. يعني العمليه مش عمليه فلوس خالص، تصرف الفلوس، تصرف الفلوس في اي حاجه. انا بحب ان انا اتعامل مع الطالب يحبني وبحبه، يكون في بيني وبينك محبه وانت اخويا الصغير، ان انا بعلمك وبربيك صح. وان انا وانا كنت طالب المدرسين بتوعي ما علمونيش بالاسلوب الفاني او الضحك والهزار، او علمني بالديتيلز دي او كده، ان انا اطلع من الحصه فاهم كل حاجه ومستوعب كل معلومه واعرف احل اي سؤال وما ابقاش خايف، فاهم؟ ما حتى لو الحصه كانت طويله فصدقني ده من قلبي ومن مجهودي ومن تعبي ومن صحتي، فاهم؟ فانا والله بعمل كده عشان بحبك، انا بعبر عن حبي للطلبه بالشغل وبالمجهود، مش اقعد بقى بحبك واقعد ادلع فيك عايز تدلع روح عند ميس زغلوله، ميس زغلوله هتحميك وتدلعك وتفليك وتعملك وبتاع، انما انا مش ميس زغلوله، انا مستر سموكه. يلا رجع تاني لكلامي. لو انت عندك ليبت في 70% ساتوريتد فاتي اسيد ما تكملش، شبعان، شبعان يعني ايه؟ يعني سوليد 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 70% saturated fatty acids in the chemical compound. It is expected that this هتبقى ايه؟ هتبقى solid. والله جاوبتها من غير ما اشوف الاجابه اصلا. ما هو شبعان، شبعان ايه؟ هيدروجين، يعني عنده هيدروجين ياما، تقيل ولا خفيف؟ تقيل، برافو عليك. تقيل يعني ايه؟ يعني solid. امال الفاتس، انا اسف، امال الاويلز؟ الاويلز unsaturated، كميه قليله من الهيدروجين، عشان في دبل بوند وجنبها سنجل بوند، طبعا في دبل بوند، طالما في دبل بوند يبقى انت كده ها شبعان ولا جعان؟ فانت كده جعان، لان كان في بوندز فاضيه كانت عامله كده، كان في بوند كده وبوند كده، راح عاملين ازاي؟ راح عاملين كده، فكان في اصلا بوند عامله كده اولانيه وانا عملت كده الثانيه اللي هي الدبل بوند. ماشي، ارجع لكلامي تاني. السبايني فيج، السبايني فيج بلانت از كاركترايز باي، طبعا ده كده التين الشوكي، بحب التين الشوكي جدا على فكره، التين الشوكي ماله؟ معلومه طبعا ما تفرقش معاك ان انا بحب التين الشوكي ما بحبوش، يعني انا مالي، انت مالك اصلا. It's characterized by covering the upper epidermis. اه، ورقه النبات الصحراوي، طبعا ده ديزرت بلانت، قلنا النبات الصحراوي ورقه النبات بتاعته بتكون عليها ماده من بره اسمها واكسز عشان احبس الميه جوه النبات ما تطلعش، لان النبات الصحراوي الميه فيه قليله جدا، فانا عايز احبس الميه جواه، فهحط له ماده تحبس الميه، لان الواكس دي ماده بنسموها في سينيور 2 امبيرميبل اوف ووتر، ما بتدوبش في الميه، يعني غير منفذه للميه، اللي هي انسولبل ان ووتر، لان الليبيدز يا جماعه ما بتدوبش في الميه. مستر، هو ليه الليبيدز ما بتدوبش في الميه؟ انت جاوب، قول لي، يلا قول لي انت ليه الليبيدز ما تخافش، انت بترجع ورا ليه؟ بتخاف ليه؟ تعالى تعالى، ليه الليبيدز
ما بتدوبش في المية؟ تقول لي علشان مش شبه بعض، عشان الليبيدز ايه نون بولر والمية ايه بولر جدع، والقاعدة بتقول لايك ديسولفز لايك، الشبيه بيذيب شبيه، كل حاجة بتدوب في اللي شبه. برافو عليك جدع، ايوه الله ينور. تمام، يبقى انت اكيد عندك واكس الشمع، والشمع ده كان عباره عن ايه؟ ده كان عباره عن مونو هيدريك الكحول عامل كده، يعني كان في مونو هيدريك، مونو يعني واحده، هيدريك يعني هيدروكسيل جروب، يعني طالع منه دراع واحد وماسك فيه هاي موليكولار ويت فاتي اسيد، فاتي اسيد وزنه تقيل وهو واحد. ليه يا مستر واحد؟ عشان في او اتش واحده، لما كان في ثلاثه او اتش كانوا ماسكين فيه ثلاثه. قلت له تمام، يبقى بيكونسيست اوف سبستنس، ماده عباره عن ايه؟ قلت له لارج سايز فاتي اسيد اند مونوهايدريك الكحول، واحد ووزنه تقيل. وهو ليه واحد؟ عشان المونوهايدريك الكحول فيها او اتش واحده، فهتمسك في فاتي اسيد ايه؟ واحد. The following biological molecules contain fatty acids and glycerol، ما عدا. يبقى انت عايز فاتي اسيد والالكحول لازم يبقى جليسرول، يعني مش مونوهايدريك، يبقى اكيد هختار الواكسز. هو بيقول لي اكسبت ما عدا ما عدا ما عدا. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، مش انت عارف ان الواكس لسه قايلها حالا ده عباره عن الكحول عامل كده اسمه مونوهايدريك. مونوهايدريك ولا جليسرول؟ ها لا، انت قلت مونوهايدريك. مونو يعني واحد، هايدريك يعني هيدروكسيل جروب او اتش، يعني عنده او اتش واحده عامله كده، يبقى اكيد ماسكه في فاتي اسيد واحده ووزنها تقيل، يعني هاي موليكولار ويت ها فاتي اسيد. برافو عليك. وبعدين the number of fatty acids that found in 10 molecules of phospholipid، 10 فوسفوليبيد يبقى فيهم كام فاتي اسيد؟ صلى على النبي. هو شكل الفوسفوليبيد عامل ازاي؟ كان هو الفات، واشيل الفاتي اسيد الثالثه احط مكانها حاجتين، فوسفيت جروب وكولين جروب. هوريك شكله اهو. الالكحول عامل كده. هو الالكحول بتاع الفات كان ايه؟ كان جليسرول. جليسرول كام او اتش؟ تراي هايدريك، تراي يعني ثلاثة، هايدريك يعني هيدروكسيل جروب او اتش، يعني طالع منه كام دراع؟ ثلاثة. ما هم ثلاثة او اتش، ادي او اتش ادي او اتش ادي او اتش، دي كده او اتش دي كده او اتش دي كده او اتش، يبقى كده هيمسك في كام فاتي اسيد؟ ثلاثة. انا كده بكتب مين؟ بكتب الفاتس. الفاتس كان شبعان وتقيل، ساتوريتد فاتي اسيد ده الاول، ساتوريتد فاتي اسيد ده الثاني، ساتوريتد فاتي اسيد ده الثالث. احنا كنا بنعمل ايه؟ ده الفات، انا كتبت الفاتس بس. انا كنت باجي هنا بقول لك هنشيل الفاتي اسيد رقم 3 دي، شلناها حلو، وهنحط مكانها حاجتين، هنحط مكانها حاجه اسمها فوسفيت جروب بقى فيها فوسفرس زائد كولين جروب بقى فيها نيتروجين. انا كده حولته من فات، ما بقاش اسمه فات. مستر امال بقى اسمه ايه؟ قلت له كده ما بقاش اسمه فات، ده كده بقى اسمه فوسفو ها فوسفو ليبيد. فوسفو يا جماعه ها ليبيد، هو فوسفو عشان في ايه؟ عشان في فوسفرس. واصلا عنوان الدرس اسمه ايه؟ اسمه ها اسمه ليبيد. قلت له كلام جميل ماشي زي الفل. قال لي تمام، يبقى الفوسفوليبيد الواحد فيه كام فاتي اسيد؟ في 2، والاثنين شبعانين لان هو كان عامل زي الفات والفات اصلا شبعان. قلت له تمام، انا بقول لك للواحد فيه 2، طب لو انا عندي 10 فوسفوليبيد هيبقى فيه كام؟ هيبقى فيه 20، ما هو الواحد فيه 2 فاتي اسيد. خد المعلومه الجايه دي، النوت دي كنت كاتبها على البورد وهكتبها لك هنا تاني، سموه كاز نوت، ادعي لي بعدها لما اجي العب معاك فزوره واقول لك مين اللي فيه 3 فاتي اسيدز في الليبيد، تقول لي واحد من الاثنين. مين اللي فيه 2 فاتي اسيدز؟ مين اللي فيه 1 فاتي اسيد؟ ها مين يعرف يجاوب؟ اللي فيه 3 فاتي اسيد على حسب، لو كان الفاتي اسيدز شبعانه يعني ساتوريتد، طالما ساتوريتد يبقى اكيد هيبقى فاتس، وعددهم كام؟ 3. لو امال لو كان الثلاثه كانوا unsaturated هيبقى فاتس ولا اويلز؟ برافو عليك جاوبت صح، قلت له اويلز. طب لو هما 2، الاثنين اللي هو ده ادي واحده وادي الثانيه، يبقى لو هما 2 فاتي اسيد هقول له ده كده هيبقى اسمه فوسفوليبيد. ما هو بيلعب معاك فزوره كمان شويه هنحلها في سؤال. والفوسفوليبيد الاثنين برضو من النوع الساتوريتد شبعان، لان هو عامل شبه الفات، وبنشيل الفاتي اسيد الثالثه احط فوسفيت جروب وكولين جروب. قلت له حلو، طب مين اللي فيه فاتي اسيد واحده؟ هقول له الواكسز الشمع واحده وحجمها تقيل هاي موليكولار ويت،
يا سلام عليك يا سموجة، يا سلام عليك على النوت دي يا سموجة، يا سلام. هطلع كده بره كده عشان تشوفها كده وتعملها سكرين شوت. طيب تعال نشوف كده السؤال ده. يبقى الاعداد دي مهمة جدا يا مستر، وهنحلوها كمان شوية في سؤال، وهتدعي لي انك انت مقفل الدرس باذنك يا رب. تعالوا بقى دعوة حلوة، بقى تعالي دعوة حلوة بالله عليك، بقى تعالي دعوة حلوة. يلا. All the following from the characteristics of steroids. ايه الاسترويد دي؟ مش احنا قلنا عندي سمبل ليبت، كومبلكس ليبت، ليبت دريبت. ايه قصة ليبت دريبت؟ قال لك اللي فاتوا دول حط عليهم مية، مش هيدوبوا في المية بس هيتغيروا ويتحولوا من سمبل ليبت او كومبلكس ليبت ليبت دريبت. يعني انا كده حطيت مية، انا عملت ايه؟ هيدروليسيز. سمعتها قبل كده؟ ايوه يا عم. فانزل بالشعر، انزل بالشعر علشان تحط بون، ها شيل واحده ميه. عايز تكسر بون، ها ارجع حط، ها ارجع حط الميه. لما بشيل ميه بعمل دي هيدريش، احط ميه هيدروليسز. طيب مستر، مستر هو انا لو جبت السمبل ليبت حطيت ميه او الكومبلكس حطيت ميه، احولهم لليبت ديريفيتيف زي مين؟ زي الكوليسترول او الاسترويدز. مين الاسترويدز؟ الهرمونات الجنسيه بتاعت السيكشوال ماتوريتي، النضج الجنسي، اللي هم تستوستيرون، بروجستيرون واستروجين. طيب بيقول لك مين في دول كاركترستكس اوف استرويدز ما عدا، ما عدا، ما عدا، ما عدا. هقول له ماشي، هو بيدور على الاجابه الصح ولا غلط؟ طالما قال لي ما عدا يبقى هو دور على الاجابه الغلط. كلام جميل. هيقول لي عشان they are from the large size organic molecules، حجمهم كبير صح. carbon hydrogen oxygen element enter in their structure صح. they are insoluble in water صح، ما يدوبوش في الميه. ده على فكره الكلام ده مش بس على الاسترويدز، ده اي ليبيد ما بيدوبش في الميه. ليه؟ لان هم مختلفين عن بعض، ده بولر الميه والليبيدز اصلا نون بولر. they have low molecular weight، الاسترويدز وزنها خفيف. لا، هي الاسترويدز بتكون هاي مولكولار ويت، وزنها بيكون تقيل. يبقى الاجابه الغلط هي دي اللي هي مين؟ دي. From the hormones، هرمونز هرمونز هرمونز، لسه قايلها حالا. مين المجموعه من الهرمونات؟ الهرمونات اسمها استرويدز، اللي تعتبر ليبيد، اللي تعتبر ليبيدز. And have a role in human sexual maturity، النضج الجنسي اللي احنا قلنا عليهم بيجوا منين؟ بيجوا من الكورتكس اوف ادرينال جلاند. عندك الكيدني عامله كده، فوقيها جلاند عامله كده، دي اسمها ايه؟ اسمها ايوه العفريت بدات تشتغل، الادرينال جلاند. دي الادرينال جلاند كانت عامله ازاي؟ كانت حتتين، عندي حته اسمها من بره كورتكس، واللي جوه دي اسمها ميدالا. الماليش دعوه بالمضله، ليا دعوه بالكورتكس. الكورتكس دي بتفرز مجموعه من الهرمونات اسمها استرويدز، اللي هم ثلاثه، تستوستيرون، بروجستيرون، استروجين. يبقى مين اللي بيفرز الاسترويدز؟ الكورتكس اوف ادرينال جلاند. ماليش دعوه بالمضله، ليا دعوه بالكورتكس. تمام. طب مين الهرمونات اللي بتفرز دي مسؤوله عن النضج الجنسي؟ الاسترويدز. قلت لك الهرمونات دي بتشارك مع الهرمونات الاساسيه. قلت لك في هرمونات بتفرز مكانين، في مكان اساسي ومكان فرعي، برايمري وسكندري. المكان الاساسي ان الميل عنده تستس بتفرز تستوستيرون، وفي نفس الوقت عنده كورتكس اوف ادرينال جلاند بتفرز تستوستيرون وبروجستيرون واستروجين. عشان كده الميل عنده بروجستيرون واستروجين. جه منين؟ من الكورتكس اوف ادرينال جلاند. طب الفيميل؟ الفيميل عندها اوفري بيفرز بروجستيرون واستروجين، وفي نفس الوقت الفيميل عندها ادرينال جلاند، كورتكس بتاعتها بتفرز استرويدز اللي هو تستوستيرون وبروجستيرون واستروجين. يعني الفيميل عندها تستوستيرون ولكن كميه قليله، جه منين التستوستيرون؟ من الكورتكس اوف ادرينال جلاند. قلت له تمام. السؤال بقى اللي انا بحبه، بيقول لك الجراف ده اكس واي زد ال، غالبا كنت بحله معاكم في السناتر. اكس واي زد ال ده انسوليبل ان بولر سولفنت، ما بيدوبش في البولر سولفنت اللي هو زي الميه، ولكنه بيدوبه في الكربون تترا كلورايد. يبقى انت كده معنى كلامك انك انت دول عباره عن ليبيدز، 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 ليبيدز. هبص على الجراف. قلت لك قبل كده من مميزات انك انت بحل قدامك وتحل معايا ان انت لازم تشوف الجراف قدام عينيك كامل. الجراف اول حاجه عندي هبص هنا على الاكس اكسس الاقي فيه كومباوند، هنا بيقول لي النمبر اوف فاتي اسيدز. لو انت رجعت كام خطوه كده لورا تلاقي حبيبك سموكة كان عامل لك حته نوت، انت اخدتها سكرين شوت مفروض. فين النوت؟ فين النوت؟ فين النوت؟ الله الله، فين النوت يا جماعه؟ راحت فين يا جماعه النوت؟ اهي دي اللي كنت بلعب بيها. قلت لك دايما هلعب معاك بالارقام 3 2 1 وانا مجمعهم لك كلهم. الراجل بيقول لك بقى ايه؟ الاكس في 3 فاتي اسيد، الواي في 3 فاتي اسيد. يبقى انتوا اكيد واحد فيكم فات والتاني اويل، ما الفات والاويل الاثنين فيهم في 3 فاتي اسيد، بس واحد شبعان ساتوريتد اللي هو الفات، والتاني جعان انساتوريتد اللي هو الاويل. الزد فيه 2 فاتي اسيد ما تكملش،
يبقى اكيد انت اللي هو فوسفوليبيد اللي انت كنت فات وشلنا منك الفاتي اسيد رقم كام؟ 2 حولناها لفوسفيت جروب وكولين جروب. طيب رقم واحد، رقم واحد ده اللي هو مين؟ رقم واحد ده في واحده يبقى ده كده واكسز، يبقى ده الشمع. ماشي. بيقول لك مين اللي بيكفر السيرفيس اوف كاكتس، نبات الصبار. انت عارف ان النبات الصحراوي ايا كان بقى تين شوكي صبار كاكتس سباين فيج، الورقه بتاعته بيكون عليها من بره في واكس الشمع. فانا هختار الواكسز. الواكسز يا جماعه فيه كام فاتي اسيد؟ فيه واحده. ليه؟ لان الالكحول كان عامل كده، الالكحول كان مونو هايدريك يعني طالع منه او اتش واحده ماسكه فاتي اسيد واحده وزنها تقيل. فانا هختار الواكسز اللي هي الاجابه مين؟ ال. الاجابه تبقى ال. حلو. اللي هو مين؟ الواكسز. السؤال اللي بعديه بيقول لك ايه؟ بيقول لك مين الكومباوند المركب اللي بيكونتين فوسفراس اليمنت؟ في فوسفراس، من اسمه بالله عليك في فوسفو، يبقى ده الفوسفوليبيد. الفوسفوليبيد ده عباره عن كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين وفوسفورس. الفوسفور في الفوسفيد والكولين فيها نيتروجين، ودول اصلا كده كده كانوا اساسيين موجودين اصلا، يبقى دول كده زياده عليهم. كلام جميل. يبقى انا هختار مين اللي فيه فوسفورس؟ الفوسفوليبيد. خلي بالك انا والله بحل معاك الهومورك على الهادي خالص خالص خالص، انا ريتمي معاك هادي جدا كانك انت قاعد قدامي. بص انا بخاطب في فيديو الهومورك والطالب يعني بص الزعبله، بص والله بص طالب الزعبله على وزن ميز الزغلوله. تمام. فانت ايه، انا بطالب يعني بكلم واحد قدامي كانك انت ايه، كان الكاميرا دي واحد ايه يعني، انت فاهم ولا مش فاهم يعني انت طب اقول تاني، هقول تاني وارجع اعيد تاني وازيد يعني. انت انا اعتقد ان كل الناس اللي قاعده زائد الشبعان شبعان هيدروجين، يا عم اخلص بقى وجعان جعان هيدروجين خلاص يا عم، وده شبعان ساتوريتد في هيدروجين ياما تقيل، انما ده خلاص معلش استحملني بس استحملني معلش. بيقول لي بقى الكومباوند اكس واي، اكس واي ده اللي هو فيه واحد هيبقى فاتس والتاني هيبقى اويل، ديفرز مختلفين عن بعض في ايه؟ تعالى انا اقول لك. الفاتس فيها 3 فاتي اسيد، الاويل فيها 3 فاتي اسيد، ده وجه التشابه. هنا في جليسرول وهنا في جليسرول، ده وجه التشابه، ولكن الثلاثه من النوع الساتوريتد فاتي اسيد. هنا 3 ان ساتوريتد فاتي اسيد. يبقى انا هسال كده 3 اسئله وانت جاوب عليا. قلم صحي قلم وقع. لما اقول لسيادتك الفاتس والاويل شبه بعض في النمبر اوف فاتي اسيد، صح، لان هنا 3 وهنا 3، ولكن الفاتس والاويل شبه بعض في التايب اوف فاتي اسيد، غلط، نوعهم غلط، ده ساتوريتد ده ان ساتوريتد. طب الفاتس والاويل نفس الالكحول، ايوه ده جليسرول وده جليسرول. هو بيقول لك مختلفين عن بعض في ايه؟ في السولوبيليتي، لا، ولكن بص بص نمبر اوف فاتي اسيد ولا تايب اوف فاتي اسيد؟ لا هم مختلفين في نوع الفاتي اسيد، لان الفاتس ساتوريتد الاويل ان ساتوريتد، انما عددهم لا متشابهين. هنا كام واحد؟ 3 وهنا كام؟ 3. الله اكبر. طب التايب اوف الكحول؟ لا ما ينفعش، هنا جليسرول الالكحول جليسرول وهنا الالكحول ها جليسرول. هي لعبه هي لعبه هي لعبه، فاتي اسيد شبعان يا جعان، والالكحول 3 يا اما 1، خد واحده من هنا وواحده من هنا الزقهم خلاص تكون سمبل ليبيد. الكومباوند واي وزد، واي وزد ار سيميلار ان ايه؟ واي وزد واي وزد واي وزد بيقول لك واي وزد شبه بعض في ايه؟ ما هو واي وزد لو شبه بعض في ايه يبقى انت اكيد انت الواي شبه الفوسفوليبيد اللي هو مين اللي شبه الفوسفوليبيد؟ الفاتس، يبقى انت اكيد الفاتس، والاكس ده هيبقى هو مين؟ هو الاويلز. يبقى انا جاوبتها بالحداقه لان هو بيقول لي ايه؟ الاكس والواي والزد دول شبه بعض في ايه؟ ما اللي شبه بعض يا جماعه اللي هم الفاتس والفوسفوليبيد، الواي ملوش علاقه بالقصه. فكرني انت والنبي. شايف التكنولوجيا؟ شايف التكنولوجيا؟ شايف؟ شايفها؟ شايف يا حاجه؟ شايفها؟ شايف التكنولوجيا؟ يا سلام عليك يا سموك، يا سلام على التكنولوجيا. بص الفوسفوليبيد كان بيتكون من ايه؟ كان عباره عن 2 ساتوريتد فاتي اسيد والجليسرول فوسفيت جروب كولين جروب. الفاتس كان عباره عن 3 ساتوريتد فاتي اسيد وجليسرول. يبقى بص هم شبه بعض في نوع الفاتي اسيد ساتوريتد، وده برضو ها ساتوريتد، وكمان شبه بعض في الالكحول، هنا جليسرول وهنا برضو جليسرول، ولكن الاعداد مش شبه بعض، انت 3 وانت كام فاتي اسيد؟ 2. فانا لما اجي ارجع كده واقول هو واي وزد شبه بعض في ايه؟ في التركيب لا، في النمبر اوف فاتي اسيد لا، لان الفاتس 3 والفوسفوليبيد 2. طب هل التايب اوف الكحول؟ ايوه،
لان هما الاثنين الكحول فيهم اللي اسمه جليسرول. اسمه يا جماعه جليسرول. كان في كام او اتش؟ كان في 3 او اتش، يبقى نفس الكحول. هل البريسنس اوف كولين جروب؟ لا، ده دي موجوده في الفوسفوليبيد بس اللي هي فيها نيتروجين. يبقى خلي بالي من التايب ولا نمبر. طيب يعني نوعه، نوع الفاتي اسيد يا ساتوريتد يا اما انساتوريتد، والالكحول نوعه مونوهيدريك او ها او تراي هيدريك اللي هو الجليسرول. انما كاعدادهم انت 3 وانت 3، انت 3 وانت 2، انت 1 وانت 3 وهكذا. طيب يبقى اللي هما شبه بعض في نوع الكحول اللي هو مين؟ الجليسرول. المونيكل اللي فيه فورمولا C27H45OH could be، ممكن يبقى ايه؟ هقول له ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى ايه؟ استنى تعالى نفكر مع بعض. سي، بص اسمع كده، سي 27 اتش 45 او اتش. ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى ايه؟ مش عارف، استنى يا مستر هقول لك على حاجه. هو الجلايكوجين ده كربوهيدرات، المفروض يبقى فيه كربون وهيدروجين واكسجين. هنا في كربون وهيدروجين واو اتش، يبقى اكيد مش ده. الفوسفوليبيد مفروض يكون فيه كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين وفوسفورس. طب هل هنا فيه نيتروجين وفوسفورس؟ لا، يبقى اكيد مش ده. الستارش كربوهيدريت، يعني فيه كربون وهيدروجين واكسجين بس، هنا فيه كربون وهيدروجين واو اتش، يبقى اكيد مش ده. يبقى مش انتي ولا انتي ولا انتي، يبقى انتي. دي طريقه حل اسمها استبعاد، يعني مش دي صح ولا دي ولا دي، يبقى انت اكيد دي. وتعلم الاسلوب ده في الحل، سواء في البيولوجي او الكيمستري او الفيزيكس او الماث، انك انت هبدا احل بالاستبعاد. استبعدتك انت غلط وانت غلط وانت غلط، يبقى اكيد انت. واكيد انت هتقابل اسئله في البيولوجي وهتشوف كده بعينيك انك انت هتحل، لا دي غلط ما تنفعش مستحيل، ودي في المنهج عندي غلط ما تنفعش، يبقى دي الوحيده اللي تنفع. يبقى انا اول حل ممكن احلها بالاستبعاد، او ممكن احلها باسلوب ثاني. مش انت عارف ان الكوليسترول ده عباره عن ليبيدز ديريفاتيف؟ قلت له اه. يعني في سمبل ليبيد حاطين عليه ميه، هي الميه عباره عن H2O اللي هي HOH. يبقى انا كان عندي حاجه حاطط عليها H و H، فانا حولتها لكوليسترول، يعني عملت عمليه اسمها هيدروليسيز. مش انت يا سيدي عارف انك انت عندك الليبيدز ديريفاتيف؟ الليبيدز ديريفاتيف هي عباره عن ايه؟ الليبيدز ديريفاتيف هي عباره عن سمبل ليبيد او كومبلكس ضفنا عليه ميه، يعني حطينا H ها H2O اللي هو H و H، يبقى هلاقي H و H، يبقى ده كده ليبيدز ديريفاتيف او كوليسترول. او هحلها بالاستبعاد، هنا في CHO CHO NB، هنا عندي CHO، انما ده الكوليسترول ما كانتش اعرف هو كان فيه ايه، فبالتالي دي الاجابه الوحيده الصح اللي عندي اللي حليتها بالاستبعاد. السؤال اللي بعديه بيقول all the following result from the hydrolysis، نتيجه اضافه ميه على simple and complex lipid. هو انا لو عملت hydrolysis يعني adding water، لما اضيف ميه على simple lipid والcomplex lipid هحولهم الى حاجه جديده اسمها ايه؟ اسمها lipids ها derivatives. اللي هم عندي مثالين الكوليسترول والاسترويدز. والاسترويدز اللي هم ثلاثه، تستوستيرون بروجستيرون واستروجين، دي مجموعه من الهرمونات. تمام؟ قلت له تمام. يبقى لما انت تضيف على سمبل ليبيد وكومبلكس ليبيد ميه، يعني تعمل هيدروليسيز، هيتحول لده او ده اللي هو الليبيد زي ها ديريفيت اللي هو النوع الثالث. الكوليسترول صح، هو بيقول لي ما عدا، فانا بدور على الاجابه الغلط. الكوليسترول لا، دي اجابه صح. الاستروجين لا، دي اجابه صح برضه لان هو استيرويد. والتستوستيرون صح. يبقى الاجابه يا جماعه الغلط هي مين؟ الفوسفوليبيد، لان الفوسفوليبيد ده سمبل ليبيد ولا كومبلكس ليبيد؟ ها ده عباره عن كومبلكس، ها كومبلكس ليبيد. يبقى انا خلي بالي من الحته دي عشان خاطر الموضوع ده مهم جدا. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لي ليبيدز ار كاركترايزد باي اولويز كونتين، الليبيدز دايما فيها ايه؟ بص الليبيدز دايما بيكون فيها فاتي اسيد والكحول. الفاتي اسيد حاجه من الاثنين، يا شبعان يا جعان. الالكحول يا اما حاجه من الاثنين، الفاتي ساتوريتد يا اما ان ساتوريتد، ده ساتوريشن ديجري، شبعان يا اما جعان. الالكحول حاجه من الاثنين، يا اما 3 او اتش يا اما 1 او اتش، تراي هيدريك يا اما مونو هيدريك، بلزقهم في بعض كون حاجه واحده. يبقى دايما فيهم جليسرول؟ لا. ليه؟ لان انا في عندي فاتي اسيدز، انا اسف، في عندي ليبيدز زي الواكسز. هل الواكسز في جليسرول؟ لا، في مونو هيدريك. يبقى مش كل الليبيدز فيها جليسرول. وبيقول لك الليبيدز، ليبيدز عموما في من خصائصها كاركترايز باي اولويز، دايما 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 فيها ايه؟ دايما بيكون فيها اول حاجه بيقول لي جليسرول. لا،
كولين جروب، لا الاجابه الصح هي الفاتي اسيد. فوسفيت جروب برضو لا، لازم يكون في فاتي اسيد موجود عندك في الليبت سواء كان شبعان او جعان. انما بالنسبه للجليسرول لا، ما ممكن يكون ها وممكن كان شال جليسرول حط ايه، حط فيه الكحول. اه صح عندك حق، انما لازم يكون في فاتي اسيد، مش شرط يبقى جليسرول. ما هو ده الجليسرول يا جماعه، مش شرط يبقى جليسرول عندي، ممكن يكون مونو هايدريك زي مين، زي الواكس، زي الشمع. كلام جميل. السؤال اللي بعديه بيقول لك الليفنج سيل نيد انرجي ايكوال اكس، في عندي خليه محتاجه كميه من الطاقه اسمها اكس، وبعدين ريزلتنج فروم ذا اوكسيديشن اوف 5 جلوكوز 5 جرام جلوكوز. بص يا سيدي، انا عندي 5 جرام جلوكوز عملت لهم اوكسيديشن يعني حرقتهم، فعطاني كميه اسمها اكس انرجي، كميه من الطاقه. And in order to the cells to get the same amount، نفس الكمية of energy in case of the absence of glucose، في حالة غياب الجلوكوز. يبقى انت عايز تجيب نفس الكمية اسمها X energy، في غياب الجلوكوز يبقى مفيش السورس رقم واحد، هبص على السورس نمبر 2. فهو قال لك هجيبها من قد ايه من الفاتي اسيد، يبقى هو لوحده قال لك هستخدم كام جرام فاتي اسيد. هبدا افكر واحده واحده، يبقى في غياب الكربوهيدرات هبدا اجيب انرجي من السورس نمبر 2 اللي هو مين، الليبيدز. قلت له ماشي، طب عشان اجيب انرجي من الليبيدز هعمل ايه؟ قال لي عشان اجيب انرجي من الليبيدز، مين بيدي انرجي اكتر؟ الليبيدز ده اكتر. فلو 5 جرام عطاني كميه من انرجي اسمها اكس، يبقى اكيد 3 جرام هيدوني من الفاتي اسيد كميه، هقلل من كميه الفاتي اسيد عشان يديني نفس الكميه من الطاقه. يبقى تاني انا هعمل ايه؟ انا هستخدم 5 جرام جلوكوز علشان اجيب منهم اكس انرجي، كميه من الطاقه اسمها اكس، حرقتهم. احرق قد ايه فاتي اسيد عشان اجيب نفس الطاقه اللي هي اسمها اكس؟ يبقى استخدم كميه اقل، لان اصلا لو كانوا 5 جرام و5 جرام كان الفاتي اسيد كان هيدي طاقه اكتر، فبالتالي انا هستخدم كميه اقل اللي هي نمبر كام؟ ها نمبر ايه اللي هي 3 فاتي اسيدز. طب كلام جميل. وبعدين يبقى دي اول فكره على موضوع الانرجي، مين بيدي انرجي اكتر واسرع. خلي بالك بقى كده، انا عندي الاثنين اهمت، تمام؟ ده 5 جرام وده 3 جرام، هيدوا نفس الطاقه ولكن الاكس دي هي 10 انرجي او 10 كالوري او 10 جول ايا كان. عشان اجيب نفس الطاقه يبقى استخدم كميه اقل من الفاتي اسيد. شوف الفكره بقى، بس لما اعكسها دي، الفكره دي بقى اتعكست. لو انت عرفت ان واحد جلوكوز هيطلع 38 اي تي بي، يبقى اوكسيديشن اوف 1 جلوكوز، الجلوكوز الواحد بيدي 38 اي تي بي. طيب الكومبليت اوكسيديشن اوف فاتي اسيد، لما اجي اعمل اوكسيديشن او احرق الفاتي اسيد يبقى اضيف اكسجين. مش انا كنت بحرق بعمل اوكسيديشن للجلوكوز الميتوكوندريا؟ ايوه، ما برضو هعمل اوكسيديشن للفاتي اسيد، يعني هحرقه يعني اكسره. بس لما اجي اكسره مين هيدي انرجي اسرع؟ لو بكسر الاثنين في نفس الوقت الكربوهيدرات هيتكسر اسرع ويديني انرجي لانه سريع. الليبيدز هياخد وقت اطول ولكنه هيدي انرجي اكتر. يبقى لو انا عندي واحده فاتي اسيد، لو الجلوكوز الواحد بيدي 38 اي تي بي، يبقى الواحده فاتي اسيد هتدي مور ذان اكتر من 38 اي تي بي. ده كده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لي الجلوكوز والقضيه بتاعت الكربوهيدرات والليبيدز ومين بيدي انرجي اكتر واسرع. اكتر ليبيدز، اسرع كربوهيدرات. احنا هنا بص ثبتنا دول اللي هما الكميات وغيرنا في الانرجي، هنا ثبتنا الانرجي وغيرنا في الكميات، يبقى ممكن العبها دي وممكن العبها دي. لو ثبتت الطاقه هتستخدم كميه اقل من الفاتي اسيد عشان تدي نفس الانرجي بتاعت الكربوهيدرات. طيب لو انت مثبت الكميات اللي هي 1 جلوكوز 1 فاتي اسيد، يبقى مين اللي هيدي انرجي اكتر؟ الليبيدز هتدي انرجي اكتر. طيب يبقى الاجابه تبقى مور ذان 38. طيب which of the following is from the product of the digestion of peanut. البينات سيد ده هو الفول السوداني. الفول السوداني يا جماعه ده في ايه؟ في فاتس، في دهون عملناها بتاعه سودان فور ايجنت. الفول السوداني هيكون فيه فاتي اسيد اند جليسرول، ده عباره عن فاتس او في ليبيدز. بيقول لي سيادتك لو حطينا ايكوال اماونت اوف ديفرنت كومباوند، اربع مركبات قد بعض، حطينا عليهم سودان فور ايجنت. الاول قبل ما اكمل بقيه الاجابه مستر، لما كنت باجي بكشف عن الليبيدز كنت بستخدم ايه؟ الليبيدز كنت بستخدم عندي كاشف بتاع العالم اسمه سودان، كاشف رقم كام؟ نمبر 4 ريجنت. كان بيبقى لونه، قلت لك مش عليك، لونه مش عليك، بس انا اقول يعني ريدش براون، هو ده مش عليك بس انت تعرفه يعني ريدش براون، بني
ريدش جاي من كلمه ريد، بني محمر. لما تحطه على حاجه فيها ليبيد هيتغير لونه من الريدش براون، هيختفي. بص هيختفي مين؟ البراون. هيبقى مين؟ الريدش اللي هو الريد، فيتغير لونه الى لونها الريد. لما تحطه في حاجه يكون فيها ايه، حاجه فيها الحاجه اللي انا بدور عليها اللي هي مين؟ الليبيد. واللون لما يتغير ده كده بوزيتيف ريزلت، تفاعل بالايجاب. ما تغيرش يبقى نيجاتيف، فضل زي ما هو. فبيقول لي سيادتك لو حطينا في اربع عينات اد بيدن تو اتش تيوب، وات يو ذا فولوينج تيست تيوب كونتين كومباوند ذات برودوس ذا هايست اماونت اوف انرجي، اللي فيه اكبر كميه من الطاقه هو الفاتس او الليبيدز اللي هي عباره عن ايه؟ الدهون. فاللي هيبقى فيه اكبر كميه من الانرجي اللي هيتغير فيه اللون فاتس او ليبيدز. فاللي هيتغير فيه اللون هو مين؟ هو اللي هيبقى لونه احمر. ده كده اورنج، ما ينفعش. ده كده بلو، ده كده احمر. يبقى اللي هيتغير في اللون نمبر 2 اللي هو لونه بيكون ريد، اللي فيه اكبر كميه من الانرجي. ماشي. السؤال اللي بعديه بيقول which of the following biological molecules consists of glycerol and fatty acids. الجليسرول والفاتي اسيدز ده عباره عن ايه؟ طبعا ده الليبيدز طبعا. يعني سؤال هبل. The substance that formed by the reaction of saturated fatty acid and glycerol. Saturated fatty acid وجليسرول. ده فاتس، ده فاتس اهو. ادي الجليسرول 1 2 3 saturated saturated saturated، وده في 3 او اتش اللي هو الجليسرول. اسحب لي دي خالص. Which of the following all the following are lipids except ما عدا الواكسز. ده simple lipid. Lipids derivative. Lipids derivative. الفايبرز اللي هي الالياف، الالياف دي اللي هي مين يا جماعه؟ اللي هي السليلوز. دي مش ليبيدز. السليلوز ده كان عباره عن ايه؟ ده كان عباره عن كاربز اللي هو الكربوهيدرات. وقلنا يا جماعه السليلوز ده كان ليه اهميه ان هو فايبرز الياف على شكل خيوط، بيدي احساس بالشبع. عشان كده اللي بيجي يعمل دايت بقول له كل حاجه فيها سليلوز. السؤال اللي بعديه بيقول which of the following produced by the reaction of fatty acid with alcohol. الفاتي اسيد مع الكحول ده مين؟ ده السيمبل ليبز اللي هو فاتس اويلز واكسز، عباره عن فاتي اسيد مع الكحول. للمره المليون بقول والفاتي اسيد نوعين، شبعان يا اما جعان، ساتوريتد يا اما ان ساتوريتد. الكحول يا اما 3 او اتش يا اما 1 او اتش، وال3 او اتش ده اسمه هو اللي عليك اللي هو مين؟ الجليسرول. تراي هيدريك ومونو ايها ومونو هيدريك. كلام جميل. وبعدين the liquid lipid الليبيد السائل formed by the reaction of unsaturated fatty acid. ما تكملش liquid و unsaturated يبقى الاويل الزيت. سؤال اهبل قوي. from examples of derivative lipids اللي هي الليبيدز derivative. يبقى خلي بالك ممكن اقول في السؤال ليبيدز derivative او derivative lipids اللي هم كوليسترول وستيرويدز. الستيرويدز هو عايز ايه؟ هو عايز الديريفيتيف ليبيد اللي هو الستيرويد. ده كومبلكس ليبيد، ده سمبل ليبيد، ده سمبل ليبيد. Examples of the complex lipid. Complex lipid مش مثال واحد غير هو مين؟ الفوسفوليبيد. ده simple lipid. Simple lipid. Simple lipid. الفوسفوليبيد اللي هو عامل شبه الفات، وبنشيل التالت احط مكانها فوسفيت جروب وكولين جروب. تعال بقى لاسئله الاسي نحل سؤال سؤال كده سريعا. بص يا سيدي. اول سؤال معانا في الاسي بيقول لي سيادتك give reason for some walls painting. في عندي بعض الحاجات اللي هي بلون بيها الحيطان اللي هو الدهان بتاع الحيطان are removed by using benzene. يبقى انا عشان اشيلها بحط بنزين، صح؟ هو البنزين ده بولر ولا نون بولر؟ ده نون بولر. يبقى اكيد عشان حيطان البنزين دي بيقول لك بيحط على الحيطه زيت، يبقى اكيد كان فيها اويلز. والاويلز بولر ولا نون بولر؟ نون بولر. يبقى اقول له عشان خاطر ات مي كونتين اويلز زيوت، عشان ممكن يكون فيها زيوت، والزيوت دي عشان خاطر تدوب الزيوت دي نون بولر. لما تيجي سولابل تبقى سولر في النون بولر اللي شبهها. يبقى اقول له because of it may contain oils والoils او الزيت ده نون بولر and the benzene نون بولر and the oils soluble in benzene اللي هو نون بولر solvent. كلام جميل. السؤال اللي بعديه بيقول لك sometimes في بعض الحالات the spots on clothes لو انت عند سيادتك بتاكل وبقعت على هدومك are cleaned by using benzene. وساعات ما بيستخدمش بنزين. امتى هستخدم بنزين وامتى ما استخدمش بنزين؟ لو مش هستخدم without بنزين لما بيكون السبوت doesn't contain lipids. امتى هستخدم بنزين؟ if spot contains lipids. لو انت واكل مثلا حاجه مثلا فيها fats او فيها oils، فبالتالي ساعتها تقدر ان هم ايه تستخدم بنزين عشان تشيلها. طيب what happens if the absence of waxy substance
that called the spinifex plant. لو عندي واكسي سبستنس المادة اللي هي الشمع اللي موجودة على النبات اللي هو السبينيفيك اللي هو التين الشوكي، ايه اللي يحصل؟ جماعة التين الشوكي ده نبات صحراوي صح؟ ديزرت بلانت. النبات اصلا عموما متعرض للشمس، النبات جوه مية، ربنا خلق له شمع على الورقة من فوق ومن تحت عشان احبس المية، عشان المية ما تطلعش، لان المية يا جماعة لما احط عليها شمع واكسس طبقة النبات ورقة النبات لما احط عليها شمع وشمع كمان يكون ثيك سميك ده هيخلي المية سولوبل ان واكسس ولا انسولوبل انسولوبل. افرض لو شلتها بقى اللي هيحصل، هيحصل ايفابوريشن لكل المية اللي موجودة في النبات والنبات هيدبل ويموت. يبقى اللي هيحصل عندي انك انت لو شلت الشمع من على النبات بتاع السباينيفيج هيحصل ايفابوريشن، هيحصل تبخير of plant water في مية النبات كلها هتتبخر لان هي عايشة في الصحراء متعرضة للشمس على طول طول النهار وشمس حارقة، فبالتالي هيسبب البلانت دروت، يعني يا جماعة دروت يعني ها جفاف، النبات المية فيه قلت جدا. So the plant will wilt and die، يذبل ويموت. يبقى تاني ايه اللي هيحصل؟ النبات هيحصل ايفابوريشن تبخير لكل الميه اللي فيه، بقت بخار ميه، وبعدين هيحصل دروت جفاف والنبات هيدبل ويموت لانك انت كده كل الميه اللي فيه طلعت من النبات. بيقول لك شكل واحد واثنين موجودين حطيناهم في الشمس لمده 3 ساعات. What happened to the amount of water in the one and the two؟ واحد واثنين ايه اللي هيحصل فيهم after this period with explanation؟ انا جينا جايب الفيجر نمبر 1، عندي ميه وحاطط على السطح بتاعها من بره زيت. الميه مستحيل تعدي من الزيت لان الاويل يا جماعه ده اسمع 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 دي ميه بولر ولا نون بولر؟ بولر. والاويل ده بولر ولا نون بولر؟ نون بولر. وكل حاجه بتدوب في اللي شبهها، هل البولر يدوب في النون بولر؟ لا. يعني انا حاطط زيت على الميه مستحيل يحصل ايفابوريشن للميه، انما هنا الميه في الهواء فهيحصل ايفابوريشن فالميه هتتبخر، فلما الميه تتبخر كميه الميه هنا هتزيد ولا هتقل؟ هتقل. يبقى ايه اللي هيحصل بعد فتره؟ هقول له هنا في فيجر نمبر 1 الليفل از اوف ووتر، ذا ليفل اوف ووتر ويل بي كونستانت ثابت، انما هنا الليفل اوف ووتر ليفل اوف ووتر will decrease، مستوى الميه هيقل عشان حصل لها ايفابوريشن، انما هنا الزيت هيمنع الميه ان هي تتبخر. والله فكره حلوه. يبقى بناكد ان يا جماعه الميه او الاويلز ما بتدوبش في الميه. اويلز طبعا مش اويلز بس، ده اويلز او اي نوع في الليبيدز. قارن ما بين الماده اللي بتكوتس ذا كاكتس ليف اللي موجوده على الكاكتس ليف اللي هي اسمها ايه؟ اللي هي اسمها واكسز. And the substance that is stored under the human skin تحت جلد الانسان اسمها فاتس. عايز اقارن بين الفاتس والواكسز. ماشي، لما اقارن على الفاتس، الفاتس الالكحول بتاعها من نوع الجليسرول اللي هو ايه يا جماعه؟ الجليسرول اللي هو عباره عن 3 OH ماسكه فيهم ساتوريتد فاتي اسيد، ساتوريتد فاتي اسيد، ساتوريتد فاتي اسيد. يبقى كام فاتي اسيد؟ 1 2 3. انما الواكسز الالكحول بتاعها عامل كده مونوهايدريك، يبقى طالع منه او اتش واحده ماسكه في فاتي اسيد واحده هاي موليكولار ويت فاتي اسيد. لما اجي اقارن بينهم على حسب نوع الكحول، انت جليسرول وانت مونوهايدريك، على حسب عدد الفاتي اسيد، انت 3 فاتي اسيد وانت فاتي اسيد واحده. ايه تاني؟ وده طبعا موجود تحت على ورقه الايه، على الكاكتس ليف نبات الصبار، ورقه نبات الايه الكاكتس او الصبار، وده كده موجوده تحت الجلد بتاع الانسان وتحت كمان الجلد بتاع البولر بير. فاتس اويل فاتس فوسفوليبيد اويلز واكسس فروم ذا بريفيوس وورد اف ذا اود نمبر. الكلمه الغريبه لو في عندي كلمه غريبه هي الفوسفوليبيد، لو الغريبه عندك هي الفوسفوليبيد. وات ذا لينكس وات رايت وات لينكس ذا ريست، بقيتهم فاتس اويلز واكسس، يبقى بقيتهم دول كده سمبل ليبيدز صح ولا غلط؟ قال لي صح. حلو، كلام جميل. يبقى لو انت شلت الفوسفوليبيد او دي الكلمه الغريبه يبقى الثلاثه الباقيين سمبل ليبيدز. بيقول لك بقى السؤال اللي بعديه بيقول لك اف ذا اود نمبر، لو الكلمه الغريبه هي الواكسز، لو الكلمه الغريبه هي الواكسز الشمع، رايت وات لينك ذا ريست، مين ايه اللي هيربط الباقي؟ ان هنا الكحول جليسرول، الكحول هنا جليسرول، الكحول هنا جليسرول، يبقى كلهم ايه الحاجه اللي تربطهم؟ انه فيهم نفس التايب اوف الكحول، تايب اوف الكحول اللي هو مين يا جماعه؟
الكحول اللي هو اسمه جليسرول. والله سؤال حلو. يبقى كل مره بتشيل حاجه وتشوف الباقي ايه الحاجه المشتركه بينهم. جميله والله. اللي بعدين give reason for البينجوين اللي هو البطريق كان live in the polar regions انما الهاوك كانت live in the same regions. اقول له عشان خاطر under the skin of البينجوين تحت الجلد بتاعه في large layer of fat work as thermal insulator عازل للحراره فعازل درجه حراره جسمه اللي جوه اللي بره عن اللي جوه واللي جوه عن اللي بره فهو مش حاسس اصلا بحاجه انما الهاوك ما يقدرش يعيش لان هو ما فيش طبقه كبيره جدا من الدهون تحت الجلد. هقول له because of the presence of لوجود large layer of fats under the skin تشتغل as thermal insulator عازل للحرارة بتاعت مين؟ بتاعت البينجوين. انما الهاوك ما فيش في الكلام ده. طب على فكرة بص في سؤال تاني بقى هتقابله هتقابل السؤال ده ممكن اجيبه لك في الشامل الجاي غالبا. هقول لك ايه؟ لو انا جبت البولر بير نقلته من مناطق البولز الى اللي هي النورث بول او الساوث بول الى الهوت ريجونز او هوت كلايمت جزء دنيا حر ايه اللي يحصل فيه؟ هيبدا يخس وممكن اصلا يموت لان يعني ممكن ما يقدرش يعمل ادابتيشن مع درجه الحراره اللي هي الحر. هو قادر يعيش في درجه الحراره الساقعه لانه تحت الجلد فيه عنده طبقه كبيره من الدهون فمساعده في كده. انما الحر الدهون اللي فيه دي ممكن هيبدا يخس لان هو يا جماعه الدهون دي كانت مدفياه فهو ممكن ما يقدرش يستحمل درجه الحراره دي فدرجه الحراره العاليه هتبدا تخلي الدهون تسح في جسمه او تتحرق في جسمه فبالتالي ممكن مش عارف يعيش او ممكن يموت. كوليسترول مي بي برودوسد فروم فوسفوليبيد. ايوه صح. How far this statement is correct? مش انا لو جبت الفوسفوليبيد ضفت عليه ميه. هو يا جماعه الكوليسترول ده عباره عن ايه؟ ليبيد ديريفيتيف. هو اتكونت ازاي؟ مش انا كنت قلت عندي في حاجه هضيف عليها ميه احولها لحاجه ثانيه؟ قلت له اه. قال لي مش انت هتجيب سمبل ليبيد او كومبلكس ليبيد وهتضيف عليهم ميه يعني هتاد ووتر. يعني هتعمل عمليه اسمها هيدروليسيز. يعني ادينج ووتر. هتحولها من شكل لشكل تاني اللي هو الليبيدز يا جماعه ديريفيتيف اللي هو الليبيدز ديريفيتيف اللي هو الكوليسترول. فانا ممكن اجيب الفوسفوليبيد اللي هو كومبلكس ليبيد اضيف عليه ميه واحوله من فوسفوليبيد الى ليبيدز ديريفيتيف. يبقى صح. اه ينفع طبعا. باي ايه؟ باي هيدروليسيز. يعني ادينج ايه؟ ادينج ووتر. السؤال اللي بعده بيقول compare between the organic compound that is stored in this figure الماده اللي متخزنه جوه الشكل اللي قدامي ده and the organic compound that coats its surface موجود على السطح الخارجي. وجايب لك ده نبات صحراوي ده زي الكاكتس كده نبات الصبار كده او مثلا الصبار او التين الشوكي او ايا كان. ايه الحاجه اللي متخزنه في الشكل ده؟ اللي متخزن في الشكل ده هو الستارش ده اللي بيكون متخزن في النبات. طب الحاجه اللي موجوده على السيرفس بتاعه اقول له هو الواكسز. يا سلام يا سلام يا سلام عمال يربط لك الدرسين ببعض. هقول له الستارش ده عباره عن كربوهيدرات عباره عن بولي ساكرايد انما الواكسز ده عباره عن ليبيد عباره عن سمبل ليبيد. يبقى ده ستارش انما اللي متخزن على اللي موجود على الورقه هو ايه؟ اللي بيغلف الورقه او بيكوت السيرفس بتاعتها هو مين؟ الواكسز او الشمع. وانما اللي متخزن هو مين؟ الستارش. You ate انت اكلت اميل كونتيننج فيجيتابل سلطه فيها فيتامينز وكمان اكلت طحينه. الطحينه فيها ايه؟ الطحينه ده عباره عن سمسم في زيت ومش عارف وشويه ميه على شويه مش عارف حاجه كده يعني مش كده. اكلت طحينه وبويلد رايس. الرايس فيه ستارش في نشا. وبويلد بيز البازيلا بيكون فيها يا جماعه بيكون فيها بروتين. واورنج عصير فيه كربوهيدرات كاربس كمان فيه فيتامينز كمان. بيقول لك وات از ذا سورس اوف ليبيدز ان ذس ميل. الليبيدز في الطحينه عشان الطحينه فيها زيوت اهو الطحينه. طب وات از ذا تايب اوف ليبيد. قلت لك فيها زيت فيها اويلز الطحينه فيها زيت. طب طالما فيها اويلز وكمان فيها فاتس بس كميه اكبر واكتر من اويلز. طالما اويلز يبقى نوعها ايه؟ يبقى نوعها سمبل ليبيد. كلام جميل. يبقى انا عندي كده الطحينه فيها اويلز او سمبل ليبيد. Does this meal contain cholesterol? Explain your answer. هل فيها كوليسترول؟ اقول له لا. اسمع كده، هل فيها كوليسترول؟ كوليسترول واضح؟ لا. بس انا لما اكل الاويلز وهيتضاف عليها ميه يعني يحصل لها هيدروليسيز
يعني يحصل لها ادين جوته، هيتحول من اويلز الى كوليسترول. فاقول له الاجابه صح ولا غلط؟ في كوليسترول يس. ليه؟ لان انا لما اكل الطحينه، الطحينه يا جماعه بيكون فيها اويلز، الاويلز دي هتتحول من الاويلز الى الكوليسترول او الكوليسترول. فانا كده حولتها من سمبل ليبيد الى ليبيدز يا جماعه ديريفاتيف. ده كده بالنسبه لمين؟ للسؤال ده. طيب السؤال اللي بعديه بيقول choose the anomalous word، كلمة الغريبة. anomalous معناها الغريبة، كانت تطلع الكلمة الغريبة واربط الباقي بكلمة. ايه الحاجة اللي بتربط الباقي؟ كوليسترول، فوسفوليبيد، تستوستيرون، بروجستيرون. الكوليسترول ده ليبيد ديريفاتيف، الفوسفوليبيد ده كومبلكس ليبيد، التستوستيرون ده ليبيد ديريفاتيف، البروجستيرون ليبيد ديريفاتيف. يبقى اكيد انت الكلمة الغريبة اللي هي الفوسفوليبيد، والباقي الريست ده عباره عن ايه؟ دي امثله على الليبيد ديريفاتيف اللي هو النوع الثالث. ثم تو ديكريز ذا ويت عشان تخس، ذا اوبيزيتي تريتمنت عشان تعمل علاج للايه؟ للسمنه المفرطه. اتس ادفايس تو ريديوس ايتينج هاي فاتس دايت. اكسبلين ذس. بص يا سيدي، لما يكون واحد بيعمل دايت انا بنصحه يبطل ياكل او يخف من الكربوهيدرات وكمان الليبيدز، خصوصا الليبيدز اللي فيها الفاتس، اللي فيها الدهون بالذات اللي هي الفاتس، لان الفاتس بتتخزن جوه جسمه تحت الجلد فبتكون طبقه كبيره فبيتخن وشكله بيبقى وحش. فانا بنصح الشخص ده، تقول له مثلا طب ما انت قلت قبل كده انصحه يبطل ياكل كربوهيدرات، كربوهيدرات ولا فات؟ الاثنين. يخف اكل كربوهيدرات وليبيدز وخصوصا الفاتس، الدهون، خصوصا الدهون. ليه؟ لان انا بقى انا عايز احرق الدهون اللي موجوده، ما اضيفش دهون جديده بقى. يبقى انا اعمل ايه؟ قال لك ليه بننصحه يبطل ياكل فاتس؟ اقول له عشان خاطر الفاتس دي اللي هو خصوصا، اسمع تو ديكريز ايتينج هاي فاتس دايت. هاي فات دايت يعني الاكل اللي فيه او الوجبات اللي فيها فاتس، دهون، ما قالش ليبيدز عموما. هو خلي بالك الفاتس مضر اكتر من الزيوت، ولكن برضو الزيوت لو زادت عن حد بنقلب ضده، ولكن الفاتس هي مضر اكتر. اقول له بيكون اوف ذا فاتس ستورد اندر ذا سكن، لان الفاتس بتتخزن تحت الجلد. ها والفاتس دي بتكون خطر جدا، قلت لك، لان هي لو اتحولت لو الكوليسترول لو زاد بيسبب مشاكل وبيسبب جلطات. What happens when consuming most of the glucose and glycogen اللي موجود في الهيومن بودي؟ What when performing the vigorous effort؟ لو انت استهلكت معظم الجلوكوز والجلايكوجين اللي متخزن في الجسم هتعمل ايه؟ هبدا اجيب الانرجي من جيت انرجي من السورس نمبر 2، اللي هو مين السورس نمبر 2؟ هبدا اجيب انرجي من الليبيدز اللي موجوده في الجسم. لذلك الليبيدز كنا بنسميها اسم كده غريب شويه، قلناها في السنتر، قلناها سميناها ديلايد ها انرجي سبستنس، عباره عن ماده الطاقه المتاخره. ما هي متاخره بعد ايه؟ ديلايد بعد ايه؟ افتر كربوهيدرات، لان هي بعد الكربوهيدرات. يبقى لو انت بتعمل مجهود عنيف واستهلكت كل الكربوهيدرات اللي هو الجلوكوز اللي انت سيادتك كنت واكله او الجلايكوجين اللي متخزن في الليفر وفي المصل، ابدا هات انرجي من السورس رقم 2 اللي هو مين؟ الليبيدز، لانك انت قربت تشطب كربوهيدرات. طيب the amount of energy، كميه الطاقه اللي بتيجي on digestion 3 جرام of animals fat equal at the amount of energy that gained on the digestion 3 جرام، يبقى نفس الكميه of rice، رز. ايه ده؟ كميه الطاقه اللي جايه من 3 جرام فات، لو انا عندي 3 جرام فات هيدوا كميه طاقه وليكن 70 كالوري مثلا. لو انا عندي نفس الكميه اللي هي 3 جرام رايس اللي هو كربوهيدرات هتدي 70 كالوري، صح ولا غلط الكلام ده؟ غلط. How far this statement is correct؟ اقول له wrong، لان كميه الطاقه مين اللي بيدي طاقه اكتر؟ الليبيدز او الفاتس. اقول له because of the amount of energy obtained from fats higher than اكبر، لان مين اللي بيدي انرجي اكتر كاكتر ككميات؟ الفاتس ولا الرايس اللي هو الكربوهيدرات؟ لا الفاتس بيدي اكتر. يبقى الكلام ده غلط، لانك انت الفاتس بتجيت انرجي مور ذان ذا amount of energy of rice اللي هو الكربوهيدرات. طيب the reduction of eating carbohydrates in the food helped in getting rid of fats stored in the body. How far is it correct؟ صح، correct، صح، عندك حق. لسه قايلها من شويه، قلناها في الدرس الاولاني، لما بطل اكل كربوهيدرات جسمي هيحرق الليبيدز او الدهون او الفات، صح؟ ما هو انت جسمك عشان يجيب انرجي من السورس رقم واحد الكربوهيدرات، لما بطل تاكل الكربوهيدرات يدخل على السورس نمبر 2، فجسمك ما يلاقيش كربوهيدرات يدخل على السورس نمبر 2. عشان خاطر او اقول له الكلام ده صح ليه؟ هل بين جيتنج اوفر اوف فاتس؟ اقول له صح عشان خاطر because of البادي بي اوكسيدايز او بيعمل اوكسيديشن
of fats stored in it. امتى؟ in the absence of carbs او الكربوهيدرات. طيب السؤال اللي بعديه بيقول write the statement indicate a substance ماده الماده دي بتجيف ريد كلر بتدي لون احمر with the solution of سيسم باودر. سيسم باودر يا جماعه السمسم. السمسم ده بيكون في ايه؟ بيكون في لبدز. طيب السمسم بيكون في لبدز في حاجه بحطها عليه بتغير اللون من ريدش براون اللون الريد. ايه اسم الماده اللي انا بتغير فيها اللون؟ الا وهي سودان فور ريجنت. ده كده بالنسبه لمين؟ للماده اللي بتغير فيها اللون. السمسم بيكون في يا جماعه ليبيدز فبيغير اللون بتاع الايه سودان فور ايجنت من الريدش براون اللون الريد. ده كده بالنسبه للسؤال ده. طيب السؤال اللي بعديه ما فيش سؤال بعديه. ده كده كان اخر سؤال عند سيادتك في الهومورك. اتمنى اكون افدتك، اتمنى ان انا ما اكونش رخمت عليك، واتمنى اكون كنت يعني زائر كده خفيف، واتمنى اكون انت استفدت، وانت تكون لو الدرس انت كنت فاهمه بنسبه 70% بعد الفيديو ان شاء الله تكون انت فهمت الدنيا كلها 100%. يعني استحلفكم بالله تتفرجوا على الفيديوهات كويس جدا لان بيحصل فيها مجهود كبير جدا والله، من تصوير لمونتاج لرفع الفيديوهات ده بياخد وقت طويل جدا ومجهود كبير جدا. اتمنى انك انت تكون استفدت، واتمنى انك انت تدعي لنا دعوه حلوه، واتمنى اشوفكم ان شاء الله رب العالمين في احسن الكليات بعد كده ان شاء الله، في احسن المناطق، في احسن الاماكن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اني احبكم في الله، اخوكم الكبير سموكه. باي باي يا حبايبي، مع السلامه.